من هنا انطلقت شرارة ثورة صدح أبناؤها برحيل نظام بائد. 11 فبراير 2011، المعادلة التي قلبت موازين الاستبداد. هنا تعالت الأصوات مطالبة بالحرية والعدالة والمساواة. يا عالي الحي إسماعيل، نشتري أمان القادي. يلا الحال يلا الحال. عام خامس للثورة، وما زالت الأرواح متقدة والعيون شاخصة باتجاه الغد الموعود من قبل الثورة بأنها ستمحو كل الزمان المزيف. أشعلت الثورة، أتت المبادرة الخليجية، من بعدها الحوار الوطني، من بعد ذلك وثيقة الحوار الوطني، بعد ذلك جاءت الكارثة الأسوأ، الانقلاب العسكري أو الانقلاب الميليشياوي والعسكري على هذه الثورة، انقلاب 21 سبتمبر. ولأن تعز هي مهد الحرية والثورة، كانت هدفاً أمام الثورة المضادة التي قادها المخلوع والحوثي، فصبا جام حقدهما على المدينة التي قالت لا. قذائف الميليشيا لم تبق شيئاً في المدينة، وطالت حممها المنازل والمستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة، وتفرض عليها حصاراً خانقاً من كل الجهات. وها هم قناصوها يستهدفون نساءها وأطفالها قبل رجالها ومقاتليها. لا توجد المواد الأساسية، غذاء، ماء، غاز، أدوية، يعني المواطنين يتعرضون للخطر الكبير في والقتل والإهانة في داخل في المعابر. نحن نطالب دول التحالف العربي دعم المقاومة الشعبية بكل ما يلزم لفك المعابر وللتخفيف على الناس ورفع عنهم هذه المعاناة الكبيرة. أرادها الشباب سلمية بصدورهم العارية، وأنى لهم ذلك، وقد غزا القتلة مدينتهم والتفوا على ثورتهم. ستنتهي عذابات المدينة تعز، ويعود للثورة ضوءها، ويحاكم الشهداء قاتلهم يومها لن تنفعه حصانة، ويغادر الحزن البلاد. تمر الذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير على أبناء تعز وهم ذاتهم الثوار، بل زادوا على درب الحرية والكرامة مقاومة شعارها لن تحكمنا ميليشيات انقلابية. أنيسة العلواني، قناة بلقيس، من ساحة الحرية تعز.